¡Sabor! يا عم الكوبتاج بيقول ليه كده؟ خلاص مروح. ما هو حل ايه؟ حلال افراط. يا راجل والله ما كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي. دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا الدواء المره دي مستورد. ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفة. والشفة نزلت 24 ساعة بس ونطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف. انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب. البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا هتفتح لي طوارة يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. لا جال. نعم اجازة فيه. نعم اجازة. اجازة؟ ايوه فيه. يعني ايه اجازة؟ بقالي شهر نزلت. شهر ايه؟ بقالك شهر ما يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. اسف فندم. يعني ايه اجازة؟ اسف فندم. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ حاجة غريبة اوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده الكشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي واضح ان اقعد يا ادهم خلاص ميرسي قلت. الشفايف كمان اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة. يعني سخان شاي. كاسيت. تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي نجيب له دي في دي. هو متهيألي عنده بطاطين كفايه مش محتاج الفيفي دي. ده الموبايل يبقى كده تمام. تمام بسيطه جدا الموبايل. ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. أيوه. على الاقل يتصل بالاولاد كويس ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه. وناخد له زنزانه اجار جديد. واحده بتطل على البحر والتانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقية زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مرة هقولها لك. حركة الترقيات قربت. خلي دوسيهك يا عبد على خير. واظن انت محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس. صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبة لاجازة الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها في ظهرها في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله. يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها. لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني انا حمشت الموضوع ده عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا ما تحرجنيش يا هاني. خلاص اوكي. خلاص يا باشا يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب اهو يا باشا وادي الالف كمان يا هاني. في كي دور انت غريب يا هاني انت. يا ساتر. ده مش كده تاني مرة. ربنا يخليك يا باشا. انا فاهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا اوامر سيادتك ماشي.
طب غريبة يعني. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. لا فندم دي اموال حكومه ولا فضل. روح انا مش مسافر. فضل هتوصلني اركب طياره انا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي يعني ايه سكيناس بنتي انا اللي بتحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي حامل التاريخ حامل اللواء تنحرف بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود اكبر في خلفتها يجي اليوم عليها انها تنحرف. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده عشان بنتك جت عند مامي النهارده. ما هي لو حداد بس ماشي. يعني ايه يا نهار اسود؟ تاني من اختك؟ يعني النهارده اربع يا هاني. وده معناه يعني درس المزيكا اللي انا رفضته لسعادتك بكل تبكح وصفاقه وقله ذوق انك توديها عند امك. من فضلك اسمها مامي. ايوه نسيب المصيبه الكبيره ونتكلم في مامي وامك. نسيبها عشان بنتك بتتعلم مزيكا. عصتك بتتعلم الحرام. انت بتقول ايه؟ بس خلاص قرار. اسمعي يا هلا اسمعي خالص خالص. لازم تفهم ان كل كبيره وصغيره في البيت ده انا ما اعرفها. وحتى لو ما حصلتش احترمي نفسك يا هاني. احترمي نفسك اللي اتعلم. عذاب وسواد لما تريد فرغت ونموت. اسمع اصول الجدعنة وشهامة الاقوياء. لو عديت يا ابن ادم على بحر لقيت غريق شده ولو مش عايز يطلع يحاول مرة تانية جدا شده تاني حتى لو عطك وشده ومرضيش برضو اطلع معاك دوس على دماغه وغرقه وحطه اللمب انده انده. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ اه انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ يعني اتخنقت شويه. انده بقى والنبي. نهارك طين نهارك اسود. يا ابن عبد الباشا
والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه. حقيقه ايه؟ اصل عم خد عقد سعر تعبان. اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. انت فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم؟ انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالي على المجتمع، انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة، فاهم يا ولا؟ ولا؟ انا حسيت تعرف السجن كويس؟ لسه ما فقدتش المكان. بتقول ايه يا ولا؟ لسه ما فقدتش المكان. انت مخبي موس في بقك يا ولا؟ اخبي موس في بقي ليه؟ شعر دقن بيطلع لجوه؟ يا ولا اصبر اضحك يا ولا. تعرف ده ولا ايه؟ اخرس. تعرف يا ولا التواليتات بتاعت السجن؟ التلاوت دي الكبانيه ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانات السجن كبانيه كبانيه. فين الكبانيه؟ بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم، وبعد كده احنيهم وارضعهم وانلمهم في سربريرهم. يا ولا الحنان ده كله يا ولا قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا ولا؟ سيبه انت خليك معايا انا. هلا يا ولا الحنان ده. هلا انا عامل قطعه. بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده تجيني هنا اجيب خانع. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. أذا حطها في جيبك وسك من بوكمون. سك من بوكمون؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني أنا مش عارف يعني يا رب من الكل من ولنا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا غسيلي الغسيل كسر ايديا، هو شفيف حلو في عينيا وصابون جوا في عينيا علشان اغسل. انا لا 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 اغسل لا 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 اكتب. الريحه الفظيعه دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي حكيفك يا ريت. خد ايه رايك يا لالش؟ هظبطك. ظبط ايه رايك في النفس دول يا لالش؟ خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسه دي. سلام. بوسه يا اصل الحكايه. انت عارف لو الهروبه دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش، انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربيه الخضار. عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومة. يوه يا عم ما تقلقش، انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلاص مدان انتوا واثقين من السواق ده، يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق. يلا بينا. بينا عزينا. Oh, my God.
النبي خمرة. شوف يا أدهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعنا، وهو بصراحة كده خلقه ضيق، وانت كل شوية تقول لي مش دلوقتي، الأسبوع اللي جاي، الأسبوع اللي بعده. أنا عايزك تقولي بالظبط وبصراحة كده ومن الآخر، إيه الحكاية؟ مفيش حكايات ولا حاجة. الله، يعني أنت ما تقدرش تعمل حاجة؟ أديني مستني رياض باشا ياخد أجازة، ياخد فرقة، يطلع مأمورية. ده أنا جسيته بس إن أنا مدخل تلفزيون أو كاست للباشا كان هيعمل لي محاكمة عسكرية. يعني الحكاية باظت؟ مفيش حاجة باظت. أنت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته.